بسم الله الرحمن الرحيم. يا مساء الفل على كل الأهلوية. أخبار جديدة وكواليس جديدة النهاردة في الأشبال. إن شاء الله معانا حلقة فيها أخبار ممتعة لكل الأهلوية. هنبتديها النهاردة بالخبر الأهم، وهو صفقة من الصفقات التقيلة بيبرمها النادي الأهلي، ويلتر هوج لاعب السلة، إضافة كبيرة لفريق النادي الأهلي. وزي ما احنا شفنا السنة اللي فاتت فريق السلة ما شاء الله عندنا فريق قوي، احتكر كل البطولات السنة اللي فاتت. برضو على خطى النادي الأهلي أن يظل فريق السلة بالنادي الأهلي من أقوى الفرق الموجودة إن شاء الله في مصر، وأيضا في البطولة العربية وفي البطولة الأفريقية. صفقة من العيار التقيل، نتمنى له كل التوفيق. ويلتر هوج أكيد إضافة كبيرة وصفقة كبيرة، وده بيدل أن النادي الأهلي إن شاء الله للموسم القادم ماشي على خطى صفقات كبيرة، مش في ألعاب الصلاة بس، ده هيكون في كل الألعاب في النادي الأهلي. ده الفكر الموجود في النادي الأهلي، في كل الألعاب الموجودة داخل النادي الأهلي، ألعاب الصلاة. وإحنا شفنا صفقة كبيرة جدا ويلتر هوج، وإضافة كبيرة للنادي الأهلي، ودي الصفقات القادمة. أنا بطمن كل جمهور النادي الأهلي خلال الفترة اللي جاية في كل الألعاب، ده اللي بيعمل عليه مجلس الإدارة وكل القائمين في كل الألعاب. إن شاء الله تدعيمات كبيرة بنبتديها وبنشوفها بويلتر هوج، صفقة من العيار الثقيل. وأنا من هنا بوجه رسالتي لويلتر هوج وبقول له اطمن، وأنت في النادي الأهلي هتاخد مستحقاتك كاملة. تعالوا نشوف أول تصريحات لويلتر هوج في النادي الأهلي، قال إيه عن النادي الأهلي. تعالوا نسمع ونشوف. Push back out. Good look for Hodge. Yes! Of course! 40 now for Walter Hodge. Guys, Walter Hodge, man. Excited to be part of you guys. You guys are a champion. I want to come and, you know, support you guys and do my best of my abilities to play with you guys and you know, win some championship, go to the ball, Arab championship. I'm very excited to be playing with you guys, and you know, I can't wait. I can't wait to see you guys. Coach can tell you guys about me, the way I work, the way you know, I approach the basketball games, and you know, I'm excited. I think you guys are a great group of guys that, you know, play hard and work hard every day, so I'm looking forward to play with you guys. دي أول تصريحات ويلتر هوج في النادي الأهلي، وعنده طموحات كبيرة، بطولة أفريقية، بطولة عربية. شفنا الموسم السابق ما شاء الله بطولة الدوري، سوبر الدوري، مرتبط كاس، بطولة عربية، كان موسم أكثر من رائع. إن شاء الله الموسم القادم أيضا فريق السلة نبارك له على كل البطولات وكل التحديات، مش السلة بس، كل ألعاب الصالات.